على مسافة كيلومترات عدة من القطب الشمالي توجد أرض تائهة في منتصف المحيط الأطلسي من الجليد والنار، آيسلندا. على صهوة حصان بين صفائح الأرضية الأوروبية والأوراسية، تشكلت هذه الجزيرة الممتدة على مسافة 100,000 كيلومتر منذ 60 مليون سنة، وهي مسرح واسع للظواهر الطبيعية الأكثر استثنائية. تعتبر آيسلندا نافذة مفتوحة على جوف الأرض. يأتي المسافر إلى هنا بحثاً عن أقصى الأشياء، عن آخر العالم وعن العزلة. يوقظ المستكشف في داخله ويستعيد شغفه لعلوم الأرض، لأنه في داخل هذه المناظر الطبيعية التي توحي بنشأة العالم. تخبرنا الحمم والدخان البركاني والشلالات الكثير عن الآليات الأساسية لكوكبنا. إنها همزة الوصل بين أوروبا وأمريكا الشمالية. آيسلندا هي نظام ديمقراطي قديم، استطاعت مجموعة من المستعمرات الشمالية الاستمرار فيها منذ ما يزيد عن 1,000 سنة. تتمتع اليوم باقتصاد مزدهر، والتزمت الأمة الشابة بحماس بطريقة الطاقات الخضراء والاكتفاء الذاتي. يكون الشعب الآيسلندي احتراماً عميقاً لبيئته، فجميع التقاليد وأنماط الحياة والروحانيات ترتبط ذاتياً بالطبيعة. خلف حدود الدائرة الذهبية التي يرتادها الكثيرون، تمنح آيسلندا لوحة من المناظر الطبيعية المذهلة والضعيفة بالقدر نفسه. وعلى غرار مضيفيهم، من الضروري أن يكتسب المسافرون معرفة بهذه الأرض المجهولة وأن يتعلموا كيفية احترامها. في جنوب آيسلندا وعلى مسافة 10 كيلومترات من سواحل الجزيرة الرئيسية، يلوح حوالي 15 خيالاً على خط الأفق. وباعتبارها في مقدمة البلد، انحسرت الأراضي الأقرب إلى الجنوب عن المياه منذ ما يقرب من 10 إلى 11,000 سنة. يبلغ عدد مجموعة الجزر البركانية فيستمان 17 جزيرة. تعتبر منطقة هيماي الأكبر والأكثر سكاناً، وهي كنز لا تزال آيسلندا تحافظ عليه، ومن يقرر أن يدرجها في قائمة رحلاته فلن يخيب أمله. جروف تضربها الرياح البحرية، جبال من النار وسيول الحمم البركانية التي تجتاز الجزيرة من مكان إلى آخر. تعتبر هذه المجموعة من الجزر صورة مختصرة عن آيسلندا. هنا النشاطات البركانية والانجراف في التربة التي تغير على الدوام المخطط الجغرافي للبلد تندرج على مدى زمني قصير جدا، وتظهر بسهولة في المشاهد الطبيعية العظيمة. إن نظرنا إلى الخريطة وإلى المسحة الجغرافية في عمق المحيط الأطلسي، نلاحظ هذه القمة الجبلية الكبيرة في المنتصف. إنها سلسلة الجبال الأطلسية، وفي الأعلى توجد آيسلندا، وهو أمر في غاية الغرابة. لماذا لدينا أرض منعزلة هنا؟ يمكن تفسير ذلك بأنه في هذا المكان توجد نقطة حارة تحمل الماغما، الأمر الذي أدى لتشكل أراضٍ، كما حصل صدع بين الطبقات الأرضية الواقعة بين الأوراس وأمريكا الشمالية، فنشأت فتحة سمحت بتدفق الماغما، فوصلت إلينا كل الماغما الضرورية لتشكل الأرض. على غرار آيسلندا، فإن جزر فيستمان تعتبر في طور التشكل، وقد تعرضت مجموعة الجزر لاهتزاز بفعل ثوران بركانين هائلي الحجم. ففي العام 1963 ظهرت جزيرة سورتسي بعد أن طفت على وجه المياه أثناء ثوران بركان دام ل4 سنوات، وبعد 10 سنوات ظهر بركان ثان في منتصف جزيرة هيمي. في عام 1973 وقبل أيام من اندلاع البركان، تم رصد علامات زلزالية في الجزيرة الرئيسية، ولكن لم يتوقع أحد تشكل بركان بهذا الشكل على سطح جزيرة هيماي. في 13 من عمري كنت نائمة في منتصف الليل عندما أيقظنا أبي. نظرت من النافذة وكانت هناك ضجة كبيرة، ورأيت كل شيء يحترق، الجزء الشرقي من الجزيرة بأكمله. فكرت في نفسي، هذا مرعب، لابد أن الحرب قد اندلعت، لأنه في عام 1973 كنا نشهد حرباً باردة، وأذكر أن أهلي كانوا يتحدثون عن اقتراب الروس. عندما علمنا أن بركاناً انفجر، شعرت براحة كبيرة، وقلت إنه يمكننا تدبر أمرنا. يسألنا زوار المتحف دوماً،
ألا تخافون العيش في مكان كهذا على مقربة من بركان نشط؟ ولكننا هنا لا نفكر في الأمر. كان الانفجار البركاني الذي وقع عام 1973 غزيراً بالحمم التي اندلعت مشكلة خطراً كبيراً. بعد الانفجار البركاني ازدادت مساحة الجزيرة حوالي 20%. تشكلت جزر فيستمان على مدى 3 مراحل من النشاط البركاني الكثيف. المرحلة الأولى تلت الحقبة الجليدية الأخيرة وسببت نشوء المنحدرات الصخرية التي نجدها شمال الجزيرة. أما المرحلة الثانية فتعود ل6000 سنة، تشكلت 3 براكين ومن بينها بركان هيلغافيل. وتتسم المرحلة الثالثة بنشوء بركان فتي يسمى إلدفيل، ومن الجلي أنها مرحلة لم تنتهي بعد. حاولت التقصي في البلورات الصخرية الموجودة في هذه الأراضي وداخل الحمم، ووجدت شيئاً وهو عنصر أساسي. علينا تحليل البلور انطلاقاً من النواة وحتى الطبقات الأخيرة كي نرى التطورات. في الواقع يتطور البلور من النواة، ثم تأخذ الطبقات المضافة إليها تكبر شيئاً فشيئاً. نحصل على جدول زمني يقدم لنا معلومات عن الضغط والحرارة والعمق الذي تشكلت فيه الطبقات. وقد خلص المختصون إلى أن بركان إلدفيل كان بصدد تشكيل حجرة من الماغما، وهذا ما يبين أن الجبال موجودة هنا لتبقى وأنه من المحتمل اندلاع البركان. المثير هو أننا لا نعلم متى سيحدث ذلك. إنها علاقة يمتزج فيها الحب والكره. نريد امتلاك البراكين لنحظى بأراضي نعيش عليها، ولكن يمكنها أن تكون مدمرة جداً. على المنحدرات الصخرية التي يزيد عمرها على 10,000 سنة، يمكن أن نلاحظ طيوراً اتفق على تسميتها بالمشردة، وهي مجموعة مهاجرة تسقط على هذه الجزر بعد أن تضل الطريق على مسافة تزيد عن 3,000 كيلومتر فوق المحيط الأطلسي. وما يسعد علماء الطيور والأطفال هو طيور البط البحري. يجب ألا نخلط بينها وبين البطريق التي يبلغ عددها قرابة 2,000,000 وتعيش في هذه البقعة النائية من الأرض. البط البحري طيور خرقاء ونسميها مهرجة الهواء، تحط في منتصف نيسان على الجزيرة من أعلى المنحدرات الصخرية وتبدأ بتحضير نفسها للتكاثر، وهذا يبشر ببداية الصيف على جزر فيستمان، ويصبح الجميع متحمساً في هذه المرحلة. تتزاوج الطيور هنا على القمم العشبية في الجزيرة، ثم تخرج الصغار من أعشاشها وتحلق نحو المحيط وتبقى في المياه خلال الشتاء وتعود إلينا في بداية نيسان. هذه هي تقريباً دورة حياة البط البحري، ومن هنا يبدأ لعب الأطفال في الجزيرة. بعد الظهيرة وعندما يبدأ الليل بالهبوط على هيمي، تخرج صغار البط البحري من مخبئها. يضيع الكثير منها، فهي لا تميز بين الانعكاسات والأنوار الليلية. وتهبط إلى منتصف المدينة، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة إليها، فهي لا تستطيع أن تطير من جديد من مركز المدينة. ها هي هنا. تتنفس بصعوبة. أجل، لا تموتي. لا. يخرج الأطفال من منازلهم حاملين مصابيح وعلباً وينطلقون بحثاً عن صغار البط البحري، لا لأكلها بالطبع بل من أجل إعادتها. إنه تقليد معتاد في جزر فيستمان،
لبعض الأطفال أماكنهم المفضلة لأنهم يعرفون أن طيور البط البحري توجد فيها، لهذا يذهبون إلى هناك في كل مرة. تحاول صغار الطيور الاختباء بالطبع، لهذا من الضروري أن نتزود بمصابيح جيدة. في اليوم التالي يأخذونها إلى مركز الأبحاث، حيث تقوم الفرق بقياسها وتتأكد من حالتها الصحية وتسجل أوزانها وأطوال أجنحتها وتسجل تاريخ الإحصاء إلى آخره. بعد القيام بالإحصاء يأخذ الأطفال صغار الطيور إلى الشواطئ أو إلى أعالي المنحدرة الصخرية لإطلاق سراحها. ثمة تقنية خاصة يجب إطلاق سراحها بطريقة محددة كي تتمكن من معاودة الطيران نحو المحيط. تقترح جزر فيستمان رحلة بسرعتين، في حين تسرد الفوهات المفتوحة والرماد ماضياً جيولوجياً بعيداً، كما تدعونا وطيور البط البحري وصغارها التي ترسم إيقاع الحياة في الجزيرة فصلاً تلو الآخر لتذوق جمال كل لحظة. في جنوب آيسلندا على مسافة 50 كيلومتراً من شرق ريكيافيك توجد المنطقة الأكثر زيارة في الجزيرة، الحلقة الذهبية. تتدفق أعداد كبيرة من السياح آتين من العاصمة لاكتشاف الشلالات والحدائق الوطنية ومحمية جيزير. في قلب هذه الأراضي النشيطة والمذهلة ثمة كنز أكثر سرية، ألا وهو البيوت البلاستيكية المدفأة من الأرض، وهي تنتج تقريباً كل الفواكه والخضار المستهلكة في الجزيرة، وجعلت من هذه المنطقة الصغيرة بستان آيسلندا. تمكن الأيسلنديون من التأقلم ومن التحكم بطبيعة قاسية جداً والحصول بصرامة على استقلالية غذائية نسبية ولكن ذات قيمة. خاض شابان مدنيان رائدان في زمننا الحديث في العام 1995 مغامرة عن ثقافة الطماطم، ما إن تخرجا من مدرسة العناية بالبساتين والزراعة حتى شرعت لينا ونوتور في البحث عن وسيلة للانخراط في الوسط الريفي لتطبيق معارفهما. كنا نقود في الأنحاء ووجدنا هذا المكان الرائع الذي يدعى فريديمار، وحظينا بفرصة شراء هذا الاستثمار. كان المكان ملتوياً حقاً. عندما وصلنا إلى هنا وشيئاً فشيئاً حولناه وبنينا حلمنا. أظن أننا كنا نملك بالمجمل فقط أيدينا وأحلامنا، والآن بات من الصعب معرفة المكان. ازداد اليوم حجم المؤسسة العائلية بشكل لم يكن الزوجان يحلمان به. على مساحة 5000 متر مكعب من استثمار البيوت البلاستيكية، تنتج المزرعة وحدها ما يقارب 300 طن من الطماطم سنوياً، أي 18% من الاستهلاك الأيسلندي. مرحباً، كيف الحال؟ الأمور بخير؟ شكل المزارعون تعاوناً يقوم على توزيع منتجاتنا وبيعها. تأتي الشاحنة بحثاً عن الطماطم حوالي الساعة 9:30، وفي تلك اللحظة يجب أن نكون جاهزين. عندما تنظرون إلى البيوت البلاستيكية ترون ألواناً جميلة وطماطم تنمو، في حين أرى العمل المتبقي لإنهائه. إنها وجهة نظر مختلفة. يمكن أن نتخيل بسهولة العمل الهائل المترتب على زراعة الطماطم على أرض من الحمم البركانية المتجمدة التي أطاحت بها الرياح العاتية والباردة. هنا تكمن قوة الأيسلنديين كلها. منذ القرن 13 عندما تسببت سلسلة من الهزات الأرضية بنشوء ينابيع حارة، أدرك المستعمرون قيمة حرارة الأرض الجوفية التي لا تقدر بثمن، فهي بمثابة مصدر جديد للزراعة.
في أيسلندا تقوم الحمم البركانية الراقدة في العمق بتسخين التربة والطبقات المائية على الدوام. توجد هنا في الأسفل فوارة طبيعية يتدفق منها الماء الساخن كل 7 إلى 10 دقائق. كانت المياه في الماضي تتدفق ببساطة هكذا على التربة، ولكن في عام 1925 حاول المزارعون حصر المياه وبنوا هذه المنشأة الأسمنتية فوق الفوارة. واليوم عندما يعلو مستوى الفوارة يذهب البخار في هذا الاتجاه. سأريكم كيف تتم تغذية المنازل هنا. تعتبر المياه الجوفية الحارة في أيسلندا ذهباً أزرق حقيقياً. يستخدم الماء لتدفئة البيوت البلاستيكية. تسمح الكهرباء المائية بالتعويض عن نقص الشمس، ويعزز غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من البخار الجوفي عملية التركيب الضوئي. لدينا هنا حفرة بعمق 400 متر، ويوجد فيها الماء الحار. يصعد الماء إلى السطح وينتقل إلى هنا عبر هذا الأنبوب حتى يصل إلى الخزان، ثم نرى أن الماء يوزع على جميع المنازل. إنه نظام بسيط حقاً. ثم ينتقل الماء إلى بيوتنا البلاستيكية بفضل الكيلومترات من الأنابيب التي لدينا هنا التي تمدنا بالدفء. إذن لدينا هذه الحرارة اللطيفة هنا بين 24 و23 درجة مهما كان الجو في الخارج، وهذا محبب جداً. قد يبدو غريباً أن نجني الطماطم في كل أوقات السنة على الرغم من شتائنا الطويل والقاسي والبارد. لا شيء في اسم هذا البلد يسمح أن نتخيل أنه بمقدورنا فعل هذا. نشأت في أيسلندا عام 1924 فكرة تحدي المناخ السيء بزراعة النباتات ضمن بيوت بلاستيكية تعتمد على المياه الجوفية الحارة. ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا المبدأ على نحو متسع في جنوب الجزيرة، وساهم في تطور تقنيات الأداء. يهنئ الفلاحون أنفسهم بزراعة منتجات طبيعية 100% وخالية من أي مواد كيماوية أو مبيدات. وجودنا في أيسلندا الواقعة داخل المحيط الأطلسي يغنينا عن الكثير من أنواع الطفيليات والحشرات الموجودة في أي مكان آخر من العالم. لا حاجة لنا للمبيدات الحشرية هنا، وهذا مثالي. منتجنا صحي، فنحن نستفيد من كمية كبيرة من المياه الباردة الآتية من الجبال. إنها مياه نقية حقاً ومنعشة وعذبة، نملكها بغزارة تتيح لنا استخدامها لري نباتاتنا. إنها مياه نشربها في منازلنا، ويجب أن نعلم أن الطماطم تتكون من المياه بنسبة 90%. لذا إن كان لديكم مياه جيدة ستكون الطماطم لديكم لذيذة المذاق. منذ سنوات عدة فتح الزوجان أبواب المزرعة أمام الزوار، ويكشف نوتور بالذات لمواطنيه أسرار منتج غير اعتيادي. لدينا هنا 5000 متر مربع نحصد منه طنا من الطماطم كل يوم من السنة، ونستخدم كمية من الكهرباء تكفي لمدينة تحوي 3000 شخص. لكم أن تتخيلوا. قررنا أن تهتم هيلينا بإنماء النباتات، بينما أهتم أنا بإدارة الاستثمار واستقبال الزوار. لدينا 600 نحلة تعمل من أجلنا كل يوم، وحتى في أيام السبت والأحد. إنهم عمال جيدون. تطير حول الأزهار وتحصل على غبار الطلع، وتلقح نباتاتنا كي نتمكن من الحصول على طماطم جميلة. لدينا علبة نحل لكل بيت بلاستيكي كل أسبوع، لنحصل على ما يكفي من النحلات لتلقيح أزهارنا. حظنا وافر، إذ رزقنا ب5 أطفال ترعرعوا معنا على مر السنين وانخرطوا في العمل داخل المزرعة. لدينا أيضاً مكان للفروسية من أجل الزوار، وكان الأطفال جزءاً من هذا المكان منذ نعومة أظافرهم، ويشارك اليوم الأكبر عمراً منهم في أعمال المطعم ويعملون في البيوت البلاستيكية، وربما ذات يوم سيزيدون من رقعة الاستثمار.
نحن اليوم ندفعهم إلى الخارج ثم سنرى إن كانوا سيعودون. تحفل المنطقة الجنوبية من أيسلندا بالعديد من القدور الطبيعية التي تغلي، وهي تمنح الفرصة للحصول على حمامات ساخنة رائعة، وهي تجربة غير مسبوقة متأصلة جدا في الثقافة الأيسلندية. عندما نسافر ونغادر الجزيرة، أكثر ما نفتقده هو الهواء والماء الأيسلندي. تمثل المياه الحارة كل شيء بالنسبة إلينا. في كل المدن لدينا حوض سباحة. الأمر لا يتعلق بمجرد الذهاب للسباحة، بل نحن نذهب لنخوض الأحاديث، وهذا جزء من حياتنا الاجتماعية. هو مكان نقصده لمعرفة أخبار الناس المحيطين بنا. تصل التدفئة الجوفية إلى 9 منازل من أصل 10 في أيسلندا، ومنذ 70 سنوات طور مهندسو البلد مجموعة معارف تجعل من هذه الجزيرة التائهة وسط المحيط زعيمة عالمية للتدفئة الجوفية. في جنوب شرق أيسلندا تقع أقرب عاصمة من القطب الشمالي في العالم، وهي على مقربة من الطبقات التكتونية بين أوروبا وأمريكا، وتحمل اسم خليج الحمم البركانية، وتلفظ باللغة الأيسلندية ريكيافيك. تصطف في شوارعها الهادئة منازل ذات أسقف معدنية ملونة أمام بحيرتها المأهولة بكل أنواع الطيور، فتسبب خليطاً لا تشبه مدينة ريكيافيك ما نحمله في أذهاننا عن العاصمة، إلا أنها لا تخجل باقتصادها، فتظهر كمدينة مزدهرة وخلاقة وسط المحيط الأطلسي. من الناحية الثقافية لا يمكن أن نضع أصحاب المتاحف والعروض الموسيقية والعمارة المعاصرة جانباً. ريكيافيك مدينة حيوية تسعى لتقديم حياة ليلية نشيطة. في قلب هذه الطبيعة الحضرية اللانمطية يهيمن صرح عظيم، فكما يطل برج إيفل على باريس وتطل ساعة بيج بن على لندن، يطل هالغريمسكيركيا على مدينة ريكيافيك، وهو صرح قومي وهب لذكرى هالغريمير بيترسن الشاعر الأكثر شهرة في الجزيرة. أما هذه الكنيسة اللوثرية فهي لا يمكن تجاهلها في أيسلندا. عموماً أدخل إلى هنا عندما تخلو الكنيسة من روادها، ثمة هدوء عميق. نعيش وفق إيقاع الشمس التي تشرق من الشرق، وتعبر الكنيسة بأكملها. هذا مؤثر جداً ومفيد وشبه رباني. تاريخ أيسلندا حديث، وقد دخلتها لمرات عديدة شعوب الشمال المتهورة، إلا أن الجزيرة الجليدية لم تصبح مأهولة إلا في القرن 9، عندها تشكل مجلس تشريعي، وفي القرن 13 تم ضم الجزيرة إلى النرويج ثم إلى الدنمارك، وهي عبودية لم تتحرر منها إلا في القرن 20. في عام 1918 أصبحت أيسلندا دولة ذات سيادة، وبدأ أنها بحاجة لمبان وصروح سترسخ مكانتها في العالم. باعتبار أن ريكيافيك تتطور بسرعة في الشرق، وأتى الكثيرون للاستقرار فيها، قلنا في قرارة أنفسنا تلزمنا كنيسة جديدة. في بداية الحرب العالمية الثانية جاءت الفكرة ببناء كنيسة ضخمة، كنيسة ذات برج أكثر ارتفاعاً من برج الكنيسة الكاثوليكية الموجود في الجانب الآخر من المدينة. بدأ بناء الكنيسة عند نهاية الحرب العالمية الثانية للدلالة على استقلال أيسلندا، وطالت أعمال الورشة لأنه على الرغم من المطالبة بها في البرلمان الأيسلندي، إلا أنها ممولة من قبل الرعية. في العام 1986 تم أخيراً تدشين كنيسة هائلة الحجم، يبدو سهمها وكأنه يخرق السماء بارتفاع يصل إلى 75 متراً. لا توجد في أيسلندا عمارات حجرية وما من كاتدرائية مثل تلك الموجودة في أوروبا، ولكن أيسلندا كانت فقيرة وقليلة السكان،
ولأن الأدب الأيسلندي كان غنياً إلا أن التراث المعماري لا يتمتع بالقوة، لذا يعي الناس أنه كي تصبح في مصاف البلدان الأوروبية في وضعها الثقافي الراهن ينبغي بناء صرح يكون علامة على مكانتنا في العالم ويبرهن على أنه بإمكاننا أن نفعلها. سألوا أنفسهم من سيرسم مخططات الكنيسة؟ يجب أن تجسد طبيعة الأيسلنديين وروحهم. يدعى المعماري المختار لرسم مخططات الكنيسة جوجون سامويلسون، واهتم كثيراً بطبيعة ريكيافيك باحثاً عن نمط معماري أيسلندي غير مسبوق. وتظهر الجامعة والكاتدرائية القديمة أو حتى المسرح القومي شاهدة جميعها على ذلك. كان حقاً معماري الدولة من وجهة نظر الجميع. إنه المبشر بفن معماري أيسلندي حديث. ولد في الجنوب الشرقي من أيسلندا، وبالقرب من هناك توجد صخور كبيرة من البازلت مصطفة الواحدة تلو الأخرى مشكلة هيكليات مذهلة، لذا تمنى إضافة هذه اللمسة الأيسلندية للهيكليات الكلاسيكية في الكنيسة. الناس بمعظمهم وجدوها بشعة في بادئ الأمر، وظنوا أنها خطأ معماري في أسلوب محافظ جداً. كان هذا أسلوب الحداثة في تلك الآونة. ثم بدأ الناس يفهمون حقاً أنه رمز ريكيافيك. نراه من بعيد، وعندما ترونه ستعرفون أنكم في ريكيافيك. حالياً تستقبل هالغريمس كيركيا كل يوم أكثر من 2000 زائر، وصنفت صحيفة ذا جارديان صرح السيدة الأسمنتي من بين أكبر 10 أماكن للتأمل في العالم. لهذا الصرح نور فريد، ليس النور الذي نراه بأعيننا، بل هو نور مرتبط بشدة بدورات الطبيعة، يذكرك باستمرار بأنك ابن الطبيعة. عندما لا تكون محبطاً من الناس، تشعر بأنك على اتصال مع ذاتك ومع الطبيعة، وبالتالي مع الإله. يعتبر الشاعر هالغريمر بيترسن أحد أبناء أيسلندا المفضلين، وإن تم إهداء صرح هالغريمس كيركيا لروحه، ذلك لأن المصير الرومانسي الذي لقيه هذا الرجل كان مرتبطاً بعمق بتاريخ الجزيرة. عرف الحب وأبعاد الحب ومصاعب الحب، واستخدم خبرته لتكثيف الكتاب المقدس في مجموعة مثيرة للاهتمام، وفهم الناس الدين بشكل أفضل لدى قراءتهم شعره. يحظى بشعبية كبيرة لأنه في كل مراسم دفن يتم تمثيل وغناء ما كتبه من أشعار، وما أكد على صورته كرجل يعاني ويموت فقد جعل الناس تدرك أهمية الخشوع. أتأمل وأنا أعزف على آلة الأورج الرائعة هذه. بهذه الطريقة يغني الناس أناشيد هالغريمر باترسون، وهذا يحدث منذ عقود.
في مركز باحة الكنيسة ذات الديكور المنمق توجد آلة أورج هائلة صممت عام 1992، وهي تجذب انتباه الزوار. وما يثير الإعجاب هو صوتها وأنابيبها البالغ عددها 5275، وتمتد على ارتفاع 15 متراً. ينبغي أن نتقن عزف الموسيقى الرومانسية أو الباروكية أو الحديثة. نستقبل عازفي الأورج من العالم أجمع، وهم يعشقون العزف هنا، وهذا يبرهن على أن النتيجة أتت على حسب توقعاتنا. باستخدام آلة الأورج هذه يمكن العزف بصوت منخفض جدا أو بالغ الارتفاع، وهي تتمتع بنغم مميز يسمح للأصوات بالارتفاع إلى الأعلى. على مسافة مئات الكيلومترات شمال العاصمة تمتد منطقة فيورد غربي البلاد، وهي أرض مثالية للبحث عن كنز غير مسبوق. باعتبارها وجهة محببة للسياح من العالم أجمع، تعتبر أيسلندا بالنسبة للكثيرين حلماً يتحقق. يأتي المسافر إلى هنا لإشباع رغبة لا يمكن كبحها لرؤية آخر العالم ولفهم الآليات العميقة لكوكب الأرض، فيشعر بمدى صغره أمام اتساع الطبيعة الجبارة. يأتي الكثيرون من بعيد لمراقبة بزوغ الشفق القطبي. هذه الأضواء المتراقصة في السماء ساحرة بقدر ما هي نادرة ولا يمكن التنبؤ بها. حتى وإن قامت وكالات السفر بحساب احتمالية وجود دلائل تروج كثيراً لتحديد أوقات الشفق القطبي، إلا أن تقصي حدوثه يبقى مسألة صدفة تتطلب الكثير من الصبر. كيف يتم اختيار المكان المثالي للشفق القطبي؟ إن لم أكن يوماً في مكان ما، فإنني أقوم بتعيين المكان قبل ذلك بقليل، وأقوم بذلك في وضح النهار كي أحدد محيط المكان بشكل أفضل. أتجه إلى هناك وأبحث عن عنصر لمقدمة الصورة، وأهتم على وجه الخصوص بهذا الحجر الذي يمكن أن يكون نقطة في الصورة. هذه البحيرة الصغيرة ذات عمق بسيط، الأمر الذي يمنحنا انعكاساً جميلاً للأضواء. السماء مليئة بالغيوم، ولكن تبقى واعدة هذا المساء. أتلهف للعودة. نحن هنا على مقربة من نقطة تسمى هيفيتار برو، وهي جسر تاريخي ومهم بالنسبة إلينا نحن الأيسلنديين. بني عام 1928 على ما أظن، وكان دوره الأساسي ربط شمال أيسلندا بجنوبها، واستمر ذلك حتى عام 1979. أحب شكله وكيف ينعكس الشفق القطبي على المياه، وكيف يمكن تحديد تأثير الصورة في حال كان الشفق حاضراً بقوة، فيمكن تصويره من زوايا عدة. إن كانت الأضواء خافتة قليلاً، يمكن أن نلتقط صوراً من ناحية الشمال، وإن كانت ظاهرة جيداً، يمكن أن نصور جهة الجنوب. إذن يوجد هنا احتمال جيد، وقد عزمنا المجيء إلى هنا هذا المساء كي نصور الشفق القطبي. Thank you.
الشفق القطبي ظاهرة طبيعية استثنائية يتشكل أثناء الانفجارات الشمسية التي تطلق جزيئات في الكون، وهي تستغرق من 2 إلى 4 كي تصل إلى كوكبنا، وتمت إزاحتها نحو القطبين من خلال الحقول المغناطيسية التي تحمي الأرض. عندما تتداخل مع الغازات المختلفة التي تشكل جو الأرض، يولد تفاعل كيميائي أشرعة من الضوء تتراقص في السماء. أنا على وشك الذهاب للبحث عن ضيوفنا للقيام بجولة هذا المساء، ويبدو أن جميع الإحداثيات جيدة بما يكفي. راقبت نشرة الطقس طوال النهار، وكل شيء يدل على أن السماء ستخلو من الغيوم. مرحبا، أهلا بكما. أنا جون، تشرفت بكما. أنا ستيفاني، تشرفت بك. هل نتجه نحو مكان الشفق القطبي؟ نعم، هيا هيا بنا. إذن أمامنا قرابة ساعة من الطريق حتى نبلغ وجهتنا. هل سنرى اليوم الشفق القطبي؟ أتمنى، ولكن لا يمكن أن أضمن هذا، بما أنها ظواهر طبيعية ومن الصعب جدا التنبؤ بما سيحدث. همنا الأكبر هذا المساء هو الغيوم، ولكن سنحاول إيجاد مخارج. الأمر يشبه قليلا عاصفة شمسية، مثل اندفاع يرسل بعض الجزيئات نحو الأرض. يمكن أن نرى الشفق القطبي بشكل رئيسي في البلاد الشمالية، ومن الأماكن الأكثر شهرة أيسلندا وشمال النرويج وفنلندا وشمال السويد ولابونيا. الأمر متعلق بإمكانية بلوغها. سمعت من يقول إننا لا نراه حقيقة، بل نرى ظلالاً أكثر من كونها أضواءً. أظن أنه في الظلام تعتاد حدقاتنا وأعيننا الظلام، ونبدأ برؤية ما حولنا بالأبيض والأسود. تسمح كاميرا التصوير بالرؤية أفضل مما نراه بالعين المجردة. على خلاف العين، فإن كاميرا التصوير تتيح بفضل زمن التوقف الطويل بالتقاط حالات الشفق القطبي غير المرئية. يجد الكثيرون صعوبة في التصوير في الظلام، وأول ما أعلمهم إياه هو كيفية التقاط الصور ليلاً وكيفية تحديد النقطة مثلاً. حسناً، سنستقر هنا ونشاهد معايرة الضبط اللازمة. يمكنكما أن تريا هنا في البعيد عدة أنوار تسمح لنا بتعديل الجهاز كي يحدد النقطة المطلوبة. يمكنكما تشغيل الشاشة، توجد هنا، ووقت تشغيل الجهاز نقرب الصورة أكثر قليلاً. محددات النقطة تدلنا على ما هو ضبابي وما هو ليس كذلك. أشاهد 1600 آيزو. أجل، الانفتاح هو الأكبر. سنعرض خلال قرابة 6 ثوان. لا تقوم صورة الشفق القطبي على التقاطه فحسب، بل ينبغي إنشاء إطار جميل. لدينا هنا أولاً الجسر، وخلفه يظهر الشفق القطبي. هيا لنصنع إطاراتنا الجميلة. مستعدتان؟ نجل. هيا. كيف اكتشفت هذا المكان؟ في الواقع لهذا المكان شعبية كبيرة لالتقاط صور الشفق القطبي، فهو أولاً موجه للشمال، ثم إنه يحوي مياهاً جيدة من أجل الانعكاس. لنأخذ لقطة لأن السماء بدأت تصفو. لنأمل أن نبدأ برؤية الشفق القطبي. ها هي النتيجة. يا للهول، نرى جيداً النجوم في هذه الصورة وهي تلمع. هذا مؤكد. هذا بديع. تزداد رؤيتنا للسماء وضوحاً، وهي تنعكس على المياه، تنعكس على المياه. للقيام بوقفات زمنية تحتاجان إلى تحكم عن بعد يفعل زر الالتقاط.
وعليكما التقاط الصورة نفسها مرة تلو مرة حتى تحصلا على 400 لقطة، وعندما تجمعانها ستحصلان على مقطع يشبه الفيلم. سبب تسمية ذلك باصطياد الشفق هو أن الأمر أشبه بالصيد، تخرجون ولا تضمنون ما سيجري لكم أياً كان ما تحصلون عليه، سواء أكان شفقاً قطبياً أم سمكة. يعتبر الشفق القطبي غذاءً للخيال، وهو محرك الرحلات إلى أيسلندا، وقد كان في الماضي مرتبطاً بالآلهة. لم يفسر الإنسان أضواء الشمال علمياً إلا في القرن 19، وهذا لم ينتقص شيئاً من جمال هذه الظواهر التي هي بمثابة هدايا غير متوقعة تحملها الطبيعة الأم للأيسلنديين. على هامش الجولات السياحية تقع مدينة بلوندوس عند شبه جزيرة سكاغا، وتنفتح على منطقة فيورد شمال غرب أيسلندا. هذه الأراضي المنحوتة بخيول الماضي، هنا قام الكاتب الأيسلندي الكبير هالدور لاكسنس في القرن الماضي بوصف هذه النتوءات التي تتحرك بفعل القوى الطبيعية الاستثنائية. البحر والرياح والسيول الجبلية تجعل فصلاً تلو الفصل من الطبيعة مثيراً للدهشة على الدوام. تتميز مناطق هنا فاتسيسلور وسكاغا فيوردور بتقاليد زراعية، وهي بمثابة إطار للملاحم الأيسلندية الأكثر شعبية. ساغا هو اسم أيسلندي ما زال مستخدماً حتى اليوم، وهو في الأصل نوع أدبي من القرون الوسطى غير مسبوق، نشأ في القرن 11 في أيسلندا، وهو عبارة عن قصص شفهية في الأساس روى خلالها الأيسلنديون عن حياتهم ومغامرات أجدادهم. هذه الأراضي القاحلة من الشمال الغربي لأيسلندا هي طابع الأساطير والتقاليد، واليوم أيضاً فإن أعياد ريتير بمناسبة نهاية الصيف وانتجاع الأحصنة تجمع أعداداً كبيرة من الأيسلنديين. أين هي؟ أين؟ ريتير هو يوم تقليدي في الريف يجتمع خلاله المربون مع قطعانهم التي عاشت بحرية في الجبال والوديان لأشهر من دون أي تواصل مع البشر. يلزم يومان لتجميع الأحصنة وفرزها وجلبها إلى المنزل. بحسب التقاليد يجري ذلك في بداية الخريف خلال شهر أيلول. بالنسبة للخراف فإن عيد ريتير يجري كل يوم في أيسلندا. بالمقابل فإن الأحصنة تتجمع بشكل رئيس في الشمال والشمال الشرقي من أيسلندا. نحن بخير. سنتوقف هنا. بالنسبة لي هذا أفضل من عيد الميلاد. نهضت عند 5:30 صباحاً متحمساً مع أنني لست مجبراً. في البداية لم ترغب بعض الأحصنة في المجيء معنا، وهذا صعب جداً لأنها سريعة جداً وترفض سلوك الاتجاه الصحيح، ولكن الأمر يحدث بلطف من حيث المبدأ، فحيث تكون الأحصنة لا يوجد سياج، لذا فهي تستطيع الذهاب في منطقة أخرى ويمكنها الوجود في أي مكان، وقد يتطلب ذلك أشهراً كي نستعيدها جميعها. في منتصف النهار يعود الموكب لينزل من الجبل، وتتم حراسة بعض الأحصنة المندفعة حتى تصل إلى كيركيوسكارد.
في حين تستغل الأحصنة لحظات حريتها الأخيرة، يتشارك المربون والقرويون والزوار حساء تقليدياً من ريتير مطهواً بلحم الحملان، وهي فرصة لاحتساء الشراب المحلي ولإنشاد الأغاني الفلكلورية يرددها الرجال والنساء بكل فرح. بما أن الناس يمتطون الأحصنة منذ 10 صباحاً، فهم جميعاً يشعرون بالجوع، وحالما نأكل ونشرب جيداً، أتناول جيتاري وأبدأ بالغناء. مثلاً، تتكلم هذه الأغنية عن حبيبين يبدأان بالحديث ويصبحان صديقين، وينتهي بهما الأمر بالزواج وفي الخيمة نفسها. يحب الأيسلنديون الغناء جدا، وفي العصور القديمة لم تكن لديهم آلات موسيقية ولم يعرفوا كيفية العزف عليها، لهذا كانوا يغنون بكل بساطة. كانوا يكتبون كلاما ويغنون الأغاني معا. تسحب الأحصنة بعد الظهيرة نحو قرية صغيرة في سكارباتون غوريت، وفي الطريق يقوم المربون بتقييم مدى قوة أحصنتهم. الحصان الأيسلندي واثق بنفسه، ويمكننا الجري بسرعة كبيرة على صهوة هذه الأحصنة وعلى طرقات وعرة وعبور ممرات صعبة وضيقة بكل هيبة، ويمكن أن نثق بعدم وقوعها أو ارتكابها أخطاء، وأنها ستحمينا وسنكون معها آمنين. نسمح لها عموماً بالشطط عن المسار لأنها تعرف الطريق أفضل. وتقليدياً كان المزارعون الأيسلنديون يستخدمون الأحصنة للتنقل من منطقة إلى أخرى، أي أنه ينبغي عليهم اجتياز الجبل والاعتماد على حصان جيد يقودهم من دون مخاطر. توضع الأحصنة في منطقة مسيجة ذات خصوصية تسمى دائرة الأحصنة، وذلك وفقاً للفرز الذي سيجري في اليوم التالي. تجلب أعياد ريتير شعوراً قوياً من التعاون والتعايش. كل من يستطيع الحضور لمساعدة المربين على استعادة الأحصنة من أصدقاء وأفراد عائلة، إضافة إلى المزارعين في المناطق المحيطة، لا يتخلون مقابل أي شيء في العالم عن هذه اللحظات الخاصة بأيسلندا. لاحق الحصان الفاتح وليس الأصهب. يوجد اليوم حوالي 40 مالكاً يحاولون استعادة أحصنتهم، ويتعرف كل مالك إلى حيواناته تماماً مثل الكلاب. ماذا تفعل؟ هل تمزح معي؟ هل تسخر مني؟ ولكن أشعر بالقليل من السوداوية في نهاية النهار، لأن الأمر انتهى ببساطة، وعلي الآن أن أنتظر عاماً قبل المعاودة. إن كانت الأحصنة تحظى بهذا القدر من المعزة لدى ملاكها، فهذا لأن لديها تاريخاً مشتركاً بتاريخ هذه الجزيرة، بعد أن تم إنزالها على أرض أيسلندا مع رجال الفايكينغ منذ ما يزيد عن 1000 سنة. علمت هذه الأحصنة على غرار الرجال الذين يعيشون بالقرب منها أن عليها التأقلم مع الأراضي القاسية والوعرة. ومنذ ذلك الحين لم تتطور محمية الأحصنة في أيسلندا، ولم نعد نستورد أحصنة إلى الجزيرة، لأننا نريد أن نحافظ على العرق وأن نجنب أحصنتنا الأمراض، ولكن لدينا تعلقاً ثقافياً عميقاً بهذه الأحصنة، لأنها لطالما كانت عبر القرون حليفة ذات قيمة، وطالما كانت وسيلتنا الأفضل للتنقل وساعدتنا في نشاطاتنا الزراعية. إن الأيسلنديين الممتنين والفخورين بماشيتهم قاموا بتربية أحصنتهم بطريقة تشبههم، وبما أن أرواحها حرة ومندفعة، فهم يلتزمون منطقياً بمنحها 4 أشهر سنوياً لتجربة الحياة البرية.
نعتقد في الشمال بأنه أمر جيد للأحصنة، وذلك من أجل أرواحها كما من أجل عضلاتها وتنقلاتها، فهي تستكشف وتتعرف إلى أراض مختلفة، لهذا نقوم باصطحابها ونتركها في الجبل. إنها تربية تعلم الأحصنة أن تمتلك روحا حرة مثلنا بعض الشيء. في الواقع عندما نمتطي حصانا جيدا في طقس جميل نشعر بالفخر، وهذا شيء لا يستطيع أحد انتزاعه منا. في أيسلندا تعبر الطبيعة عن نفسها بصوت عالٍ. تنتظر البراكين النائمة ساعتها في حين يتابع الحت عمله على طول السواحل الممزقة، وعلى الأراضي يبدو الجليد مهيباً، وفي قلب السهول الواسعة تتشكل مدن وقرى لتترك لمسات ملونة تحت سماء يتغير شكلها من ساعة إلى أخرى. وعند حلول الليل وتحت درب التبانة البديع تستعرض أنوار الشمال رقصات جنونية. تملك أيسلندا شيئاً لا يمكن وصفه، يجعل المسافر يشعر دوماً بالعرفان والخشوع.